لوكاس مورا البرازيلي ترتاد وتعاد الرأسية، ومن غيره يحسم، ومن غيره يحسم. هاري كين، هاري كين، نعم، في مثل هذه الكرات العرضية لا يرحم أحدا، لا المدافعين ولا الحراس. الهدف الأول لتوتنهام، هاري كين رأسية مثالية، هاري كين رأسية مثالية، مش معقول. شوف شوف كيف اللي تابعها لوكاس مورا، لوكاس مورا اللي تابعها، ها وتقدم، ارتدت منه الكرة، وصلت إلى كرة واحدة، قد يفعلها الآن هاري كين، وبكل سهولة، وبكل سهولة الهدف الثاني لتوتنهام، الهدف الثاني لتوتنهام. هادرسفيلد في وضعية سيئة جدا جدا جدا، بهذه الطريقة ربما نقول أن هذا الدوري سيشهد هبوط فريق هادرسفيلد إلا إذا